بسم الله الرحمن الرحيم. انا سندرس مفاتيح الاعراب. هنا اشياء ستسهل علينا الاعراب. يعني اولا نبدا بكلمه ابن. هنا اذا وقعت كلمه ابن بين علمين، بين ماذا؟ بين علمين، تعرب كلمه ابن نعت للعلم الاول، والعلم الثاني يعرب ماذا؟ يعرب مضاف اليه. يعني مثلا انا قلت محمد ابن عبد الله، اذا محمد هنا مبتدا، وابن هنا تعرب ماذا؟ نعت للعلم الاول، وعبدي مضاف اليه. فهمتم هذا؟ اذا هنا هكذا، مثلا علم زائد ابن زائد ماذا؟ علم. سيعرب هذا ماذا؟ نعت، وهذا العلم ماذا؟ مضاف إليه. فهمتم هذا؟ كذلك وتحذف كلمة ابن إذا كان علم وعلم، والعلم الأول ابن العلم الثاني. مثلا محمد ابن عبد الله وابن زيد مثلا، عبدي. نلاحظ أن كلمة ابن هنا ماذا؟ نعت، وعبد ماذا؟ مضاف إليه. وطبعا حذف الألف لأنه وقع بين علمين، الأول ابن للعلم ماذا؟ العلم الأول، ابن للعلم الثاني. كذلك هنا إلى أنواع، ننتقل إلى أنواع أن المخففة من الثقل أو غير المشددة. هنا أولا المخففة من الثقيلة، وهي أن الناصبة للإسم والرافعة لماذا؟ للخبر، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف، ولا تنصب الفعل المضارع. يعني هي لا تنصب ماذا؟ الفعل المضارع، مثل أن المفسرة بالضبط. فهمتم هذا؟ أو الزائدة إلى آخره. طب هنا كيف نعرف أنها أن المخففة من الثقيلة؟ أولا إذا وقعت بعد أفعال اليقين، رأى وعلم وجد ألف تعلم. يعني مثلا قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، لا تقل هنا لا، يعني لا تقل أن سيكون فعل مضارع منصوب بأن، خطأ، لأن التقدير علم أنه سيكون منكم مرضى. إذن أن هنا أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وسيكون منكم مرضى، هذه الجملة في محل رفع خبر. لماذا؟ لأن المخففة من الثقيلة. إذن هنا أن المخففة من الثقيلة لا تنصب الفعل المضارع، بل هي أن الناصبة للإسم والرافعة للخبر الناسخة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وعلامته أنها تقع بعد أفعال اليقين، رأى علم وجد ألف انظر، علم أن سيكون منكم مرضى. بعد ذلك ننتقل إلى أن المصدرية، وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وتؤول مع الفعل المضارع بمصدر، مثل قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. إذن هنا أن هنا حرف مصدر ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع مبتدا، والتقدير صيامكم أو صومكم خير لكم. طيب بعد ذلك ننتقل إلى أن المفسرة. أن ماذا؟ أن المفسرة، وهي بمنزلة أي، يعني هي بمعنى أي بالضبط، وهي يعني تفسر الجملة قبلها، وتأتي بعد الكلام الذي فيه معنى القول. يعني مثلا كتبت إليه أن أقبل، أو كتبت إليه ماذا؟ أن أقبل. إذن هنا الكتابة فسرتها ماذا؟ أن أقبل. إذن أن هنا تفسر ما قبله. قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم. طب ما معنى انطلق؟ هنا فسرت الانطلاق أن يمشوا واصبروا. إذن هنا أن مخففة ماذا؟ مخففة أن عفوا مفسرة، وأن المفسرة تأتي بعدها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فهمتم؟ لذلك مثلا إذا أنا قلت انظر وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، إذا أن يمشوا هنا أن يمشوا، هنا طبعا حركت بالكسر لمنع الالتقاء الساكنين. هنا أن يمشوا، جملة يمشوا هنا تفسيرية، وأن هنا مفسرة. كذ بعد ذلك أن الزائدة هنا، وتأتي بين ماذا؟
تأتي بين فعل القسم ولو، يعني أقسم أن لو التقينا. إذن أن هنا زائدة، لأن التقدير أقسم لو التقينا لأذهبن معك. إذن تأتي بين فعل القسم وماذا؟ ولو. فهمتم؟ إذن هنا أقسم لو التقينا لأذهبن معك. إذن هنا أن هنا زائدة، أقسم أن لو التقينا، لأنها وقعت بين أقسم، بين فعل القسم وماذا؟ ولو، وقعت بينهم. إذن هنا تكون ماذا؟ زائدة، حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإذا وقعت بعد لما، وإذا وقعت بعد ماذا؟ لما. قال الله تعالى ولما أن جاءت. إذن هنا زائدة، في القرآن نقول زائدة للتوكيد. فهمتم هذا؟ إذا تقع بعد لما. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى أنواع. هنا إن، أنواع ماذا؟ إن، ليس أن، إن. هنا إن المخففة من الثقيل أيضا، يعني غير المشددة. تستعمل حرف شرط. تستعمل ماذا؟ حرف شرط جازم، إذا جاء بعدها فعل شرط وجاب شرط. مع مثلا قال الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن إن حرف شرط جازم، وينتهوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، ويغفر جواب الشرط فعل مضارع مجزوم. فهمتم؟ يعني أنت ذاكر تنجح، تستعمل شرطية. كذلك أيضا ممكن أن تأتي زائدة إذا وقعت بعد ما النافية أو لما. يعني ما إن أنت مسافر، هنا زائدة، لأن مثلا نقول مثلا ما أنت مسافر، إذا جاءت ما إن أنت مسافر، هنا زائدة. كذلك هنا أن تأتي نافية، أن تأتي ماذا؟ نافية. مثلا قال الله تعالى إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إذا هنا نافية. طب هنا لماذا هنا مهملة لم تعمل يا إخوة؟ لماذا هنا ما لا تعمل عمل ليس هنا؟ لماذا إن لم تعمل عمل ليس هنا؟ لأنها دخل على خبرها إلا، تتذكرون؟ قلنا إن العاملة عمل ليس، إن النافية العاملة عمل ليس، قلنا من قبل لها شروط لكي تعمل عمل ليس، صحيح؟ ألا يوصل بينها وبين الخبر، وألا يدخل على خبرها إلا، لذلك هنا مهملة. إذن إن أنت إلا نذير، المعنى ما أنت إلا نذير، إذن أن هنا نافية، عفوا إن هنا نافية، ما إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير. إن هنا حرف نفي لا عمل له، مبني على السكون. كذلك هنا ممكن تكون مخففة من إن، ولكن هي مخففة أيضا لا عمل لها، ويؤتى بها بعد في الكلام بلام تسمى لام الفارقة. إذن قال الله تعالى قالوا تالله إن كدت لتردين. إذن التقدير إن كدت لتردين. فهمتم هذا؟ كذلك نحو أيضا إن خالد لمجتهد، هكذا. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع أي. أنواع ماذا؟ أي، هذا مهم. أنواع أي تستعمل اسم شرط. طب متى تستعمل اسم شرط؟ إذا احتاجت إلى جملتين، فعل شرط وجواب ماذا؟ شرط جازمة. قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن أيما اسم شرط جازم مفعول به مقدم منصوب علامة نصب الفتحة. طب لماذا أي هنا أعربت مفعول به؟ لأن فعل الشرط متعدي لم يستوفي المفعول. فهمتم؟ طيب بعد ذلك تستعمل اسم استفهام إذا جاءت في أول الجملة ودلت على سؤال. قال تعالى على لسان بعض الناس أيكم زادته هذه إيمانا، هم يسألون. فهمتم هذا؟ أيكم، إذن هنا أي اسم استفهام، طبعا مبتدأ مرفوع على مطرفع الضمة. فهمتم؟ والكاف هنا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. كذلك ممكن تستعمل اسم موصول بمعنى الذي، أي هنا أيهم أشد على الرحمن عتية. فهمتم هذا؟ بمعنى الذي، يعني الذي أشد على الرحمن عتية. إذن هنا أي هنا اسم موصول مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب مفعول به، وهم ضمير متصل. كذلك ممكن تستعمل أي نعت. تستعمل ماذا؟ نعت، يعني صفة للنكرة، يعني تصف النكرة. كذلك انظر سلمت على معلم، أي معلم. إذن أي هنا صفة للنكرة معلم. فهمتم هذا؟ إذن هنا
طرق نقول مثلا انواع اي هنا الاسميه لانها تكون اسم وتكون حرف ولا اسميه. انواع اي ماذا؟ الاسميه. اولا ممكن تكون مثلا ماذا؟ اداه شرف، تستعمل اسم شرف. فهمتم؟ هنا تكون اسم ماذا؟ اسم شرط. وممكن تأتي ماذا؟ اسم استفهام. وممكن تأتي ماذا؟ اسم موصول. اسم موصول. وممكن تأتي ماذا؟ نعت. نعم، صفة أو نعت للنكرة. فهمتم؟ قال مثلا مثل قوله تعالى أيكم نعم أيما تدعو فله الأسماء ماذا؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى. هنا أيما تدعو فله ماذا؟ الأسماء الحسنى. هنا احتاجت إلى جملتين، أو احتاجت إلى فعل شرط، يأتي بعدها فعل شرط وجواب ماذا؟ شرط. إذا تكون ماذا؟ اسم شرط، وتكون ماذا؟ معربة، يعني ليست مبنية. تكون ماذا؟ معرب. إذا هنا أيما، هنا ماذا؟ أيا فقط ماذا؟ اسم شرط مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها معربة. فهمتم؟ طب هنا تأتي استفهام إذا جاءت في أول الجملة ودلت على سؤال، مثل أيكم زادته هذه إيمانا؟ زادته هذه إيمانا في القرآن. إذا أي هنا سنقول ماذا؟ اسم استفهام. ما هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة. هنا مبتدأ. فهمتم؟ إذا جاءت في أول الكلام ودلت على سؤال، أيكم زادته هذه إيمانا؟ كذلك تأتي اسم موصول مثل قوله تعالى بمعنى الذي، تكون بمعنى ماذا؟ الذي. إذا هنا أيضا تكون معربة، لا ننسى هذا. بعد ذلك تأتي بمعنى الذي، مثل أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى آخر. أي بمعنى الذي. إذا سنقول هنا ماذا؟ اسم موصول مبني على ماذا؟ مبني على السكون في محل رفع المبتدا. هنا مبنية، هنا ستكون ماذا؟ مبنية. ممكن هنا تكون صفة للنكرة، مثل مررت بمو، مررت بمعلم، أي معلم، أي معلم. إذا أي هنا صفة لماذا؟ صفة للنكرة. عندهم هذا. إذا هنا صفة مجرورة علامة جر، أو نعت مجرورة علامة جر ماذا؟ الكسر. نلاحظ أنها هنا معربة وهنا معربة، هنا معربة، أما في الاسم الموصول هي مبنية هكذا. طب هنا بعد ذلك ننتقل إلى أي الحرفية. إذن أي الحرفية هنا تستعمل نداء، مثل أي سعد أو أي محمد، أي سعد أو أي محمد. إذن هنا أي هنا ماذا؟ حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كذلك تستعمل حرف تفسير، يعني يفسر ما قبله أو يوضح ما قبله. إذن حرف تفسير مبني على السكون، وما بعدها عطف بيان لما قبلها. يعني مثلا عندي مثلا عسجد، أي ذهب، يعني أنا وضحت العسجد أنه ماذا؟ أنه ذهب. إذن ذهب هنا عطف بيان لماذا؟ لعسجد. فهمتم هنا؟ وأي هنا ماذا؟ تعرب حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فهمتم هذا؟ لأنها وضحت ما قبله. كذلك تكون حرف جواب، مثل نعم، مثل كلمة نعم. قال الله تعالى قل إي وربي إنه لحق، يعني قل نعم وربي إنه لحق. إذن هنا أي الحرفية تستعمل حرف نداء، وتستعمل حرف تفسير، وتستعمل ماذا؟ حرف جواب. كذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى أي الحرفية، ألا الاستفتاحية. ألا الاستفتاحية هنا، وهي حرف استفتاح يا إخوة. ألا حرف استفتاح،
هنا لجلب، يعني يستفتح به الكلام لجلب الانتباه، يعني تجلب ماذا؟ الانتباه، ولا عمل له. فهمتم هذا؟ يعني لا تؤثر فيما بعده. يعني قال الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. فهمتم هذا؟ كذلك أيضا إذن هنا ألا سنقول حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم، ألا حرف استفتاح، يعني نبدأ به الكلام. فهمت هذا؟ نستفتح به الكلام، تأتي في أول الكلام. فهمت هذا؟ ولا عمل له لجلب انتباه، مثل أنني أفعل لك، انظر هكذا. فهمت؟ هكذا. بعد ذلك تنبيه يا إخوة، كذلك كلمة أما حرف استفتاح، يعني كلمة أما أيضا مثل ألا، حرف استفتاح أيضا مثل ألا بالضبط. فهمتم؟ يعني ما أقول أما كذا، أما والله لا فعلن كذا. فهمتم هذا؟ كذلك وقد ورد في الحديث الشريف: أما هنا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا. إذن أما هنا حرف استفتاح. طب أما هنا ننتقل إلى أما بتشديد الميم. أما هي حرف شرط يفيد التفصيل والتوكيد، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وسميت حرف شرط لماذا؟ لماذا نقول عليها حرف شرط؟ لأن الفاء الرابطة لجواب الشرط يا إخوة لا تفارقها. فهمتم هذا؟ تأتي دائما الفاء في جواب الشرط، يعني مثلا فأما اليتيمة فلا تقهر، لذلك نقول عليها حرف شرط، لأن جوابها تقترن به جواب الشرط، تقترن به الفاء الرابطة لجواب الشرط. قال الله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر. كذلك ننتقل إلى إما. إما بتشديد الميم وكسر الهمزة. إما حرف يفيد التفصيل أو التخيير أو الشك، مبني على السكون. ويعرب ونحدد نوع، نحدد النوع حسب الكلام. يعني مثلا تفيد التخيير، قالوا يا موسى، قال الله تعالى على لسان السحرة: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هنا تفيد التخيير. إذن هنا إما حرف يفيد التخيير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأنهم السحرة يخيرون سيدنا موسى. فهمتم هذا؟ إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى، هكذا. طب هنا تفيد التفصيل، يعني إذا جاء بعد توضيح، يعني مثلا الناس نوعان: إما جاهل وإما ماذا؟ عالم. هكذا هنا حرف يفيد التفصيل مبني على السكون. طب تفيد الشك، إذا أنا قلت مثلا سافر زيد إما إلى مصر وإما إلى ماذا؟ وإما إلى العراق. إذن هنا تفيد الشك. بعد ذلك ننتقل إلى أمس. أمس والأمس، أمس يا إخوة بدون الألف واللام، أمس فقط، فهي تستعمل اسم مبني على الكسر في محل نصب ظرف زمان، أو ممكن نقول ظرف مبني على الكسر. فهمتم هذا؟ يعني ظرف مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية، مثل حضر زيد أمسي. أما إذا اتصلت بالألف واللام فهي تعرب حسب موقعها في الجملة، يعني فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمسي بالكسرة، إذن هنا اسم مجرور علامة تجره الكسرة. طب هنا ننتقل إلى لفظ أول. لفظ ماذا؟ أول، طبعا أول على وزن ماذا؟ أفعل. إذن هنا إذا كان لفظ أول إذا كان صفة على وزن أفعل منع من الصرف، منع ماذا؟ من الصرف. يعني مثلا ما رأيته عام أول، إذن أول مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لأن هنا عام أول على وزن أفعل صفة. فهمتوا هذا؟ إذن هنا ممنوع من الصرف للوصفية وزن أفعل. قال الله تعالى: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب إن دلت على زمان يا إخوة فهي ظرف زمان، يعني مثلا حضرت أول اليوم، إذن أضيفت إلى اليوم. إذن هنا أول هنا ظرف، تعرب ظرف لأنها دلت على الظرف. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إذن أول هنا ظرف زمان. فهمتم؟ إذن هنا ليست ممنوعة من الصرف، بعدها مضاف إليه. فهمتم؟ كذلك أيضا ولو هنا ممكن نحذف المضاف إليه بعدها وتبنى على الضم، يعني مثلا أسرعت أول، أسرعت ماذا؟ أسرعت أول. إذن أول هنا ماذا؟ اسم مبني على الضم. كذلك وإن نونت يا إخوة أولا ثانيا ثالثا طبعا تعرب حال. إذن هنا لفظ أول لو جاء صفة فهو ممنوع من الصرف. فهمتم؟ ولو
هنا ولو أضيف إلى ظرف أو دل على ظرف، يعني أضيف على أضيف إلى ظرف مثل أول اليوم فتعرف ماذا ظرف وليست ممنوع من الصرف هنا. وإن جاءت عليها ضمة أول فهي مبنية على الضم، وإن جاءت منونة يعني منصوبة أسرعت أولا أو أولا ثانيا هكذا أولا فهي ماذا تعرض حال منصوبة علامة نصب الفتح. فهمتم؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى لفظ بضع. تستعمل للدلالة على العدد من 3 إلى 9، لأن بضع يا إخوة تدل على العدد. أنا زي أنا قلت مثلا بضعة أقلام، إذا هنا بضعة أقلام إذا هي إما 3 أقلام أو 4 أو 5 أو 6 إلى آخره. فهمتم؟ إذا هنا تعرب حسب موقعها في الجملة، يعني مثلا حضر بضعة رجال. نلاحظ أنها أنها طبق عليها أحكام العدد من 3 إلى 9، يعني حضر بضعة رجال. إذا بضعة هنا فاعل مرفوع على مترفعي الضمة، إذا أعربت حسب موقعها في الجملة. ورجال مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، إذا هنا أعربت حسب موقعها في الجملة. وهنا خالفت المعدود في خالفت العدد في التذكير والتأنيث، المعدود في التذكير والتأنيث، يعني مثلا رجال هذا مذكر قلنا بضعة، كذلك هنا حضر بضع نساء. عندهم هذا؟ إذا هنا خالفت المعدود في التذكير والتأنيث. أو رأيت بضعة هنا ماذا؟ بضع عشرة طالبة. فهمتم هذا؟ نلاحظ هنا أنها تأخذ حكم الأعداد. كذلك هنا بيدة. بيدة هنا اسم منصوب على الاستثناء بمعنى غير. بمعنى ماذا؟ غير. يعني مثلا أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني المعنى غير أني من قريش. إذا بيد هنا اسم منصوب على الاستثناء. كذلك هنا الفرق بين ثم وثمت وثم. ثم تستعمل حرف عطف مبني على الفتح يفيد الترتيب. طبعا هنا تحدث المدرس ثم المدير، إذا ثم هنا حرف عطف. أما ثم وثمت اسم مشار إلى المكان، يعني اسم مبني على الفتح في محل نصب ماذا؟ ظرف مكان. ثم وثمت. طب بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى حتى. هنا حتى حرف غاية وجر، حرف غاية وماذا؟ وجر. يعني هنا حتى لها إعرابات. ننتقل أولا هنا حرف غاية وجر، يعني إذا دخلت على الفعل المضارع المنصوب فهي تجر المصدر في الفعل المضارع، يعني المصدر المأول من أن، لأننا قلنا مثلا ذاكر حتى تنجح، إذا الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة، صحيح؟ والمصدر المأول من أن والفعل المضارع في محل جر بماذا؟ بحتى. إذا حتى حرف جر وغاية إذا دخلت على الفعل المضارع وكان الفعل المضارع منصوب. فهمتم؟ قال الله تعالى حتى يقول الرسول، إذا هنا يقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة. وحتى حرف جر وغاية مبني على السكون والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع في محل جر بحتى. تمام؟ بعد ذلك يعني إذا كان الاسم بعدها مجرور ستكون حرف جر. قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع إذا ماذا؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، هو حتى حرف جر. فهمتم؟ يعني حرف غاية وجر. كذلك إذا أنت قلت مثلا نعم كذلك ننتقل تستعمل حرف عطف. تستعمل ماذا؟ حرف عطف إذا كان المعطوف بحتى جزء من إذا كان المعطوف بحتى جزء من المعطوف عليه. يعني مثلا أكلت الدجاجة حتى جناحها. نلاحظ أن الدجاجة مفعول به وجناح اسم معطوف منصوب وحتى هنا حرف جر. لماذا؟ لأن الجناح جزء ماذا من المعطوف عليه وهو الدجاجة. فهمتم؟ نعم حرف عطف. نعم إذن حتى هنا حرف عطف وجناح اسم ماذا؟ اسم معطوف. إذن هنا حتى تستعمل حرف عطف إذا كان المعطوف ماذا؟ جزء من المعطوف عليه. فهمتم هذا أم لا؟ طيب بعد ذلك تستعمل حرف ابتداء. حرف ماذا؟ ابتداء لو كان الاسم بعدها مرفوع. الاسم بعدها ماذا؟ مرفوع على أنه مبتدأ والخبر محذوف. يعني أنا قلت أكلت الدجاجة حتى
أكلت الدجاجة حتى جناحها، إذا حتى هنا ستكون حرف ابتداء، وجناح ماذا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر محذوف والتقدير جناحها مأكول. طيب رقم 4، تستعمل حرف غاية إذا جاء بعدها فعل ماضي أو فعل مضارع مرفوع، تستعمل ماذا؟ حرف غاية. فهمتم هذا؟ طب وأنا قلت مثلا أكلت الدجاجة حتى انظروا، يجوز في هذا ثلاثة أوجه. انظروا هنا، هنا نلاحظ الدجاجتا مفعول به منصوب، صحيح؟ مفعول به منصوب. لو أنا قلت أكلت الدجاجتا حتى جناحها، إذن جناح سيكون ماذا هنا؟ اسم معطوف. اسم ماذا؟ معطوف على الدجاجة، منصوب علامة نصبه الفتح، وحتى هنا ستكون ماذا؟ حرف عطف. حرف ماذا؟ حرف عطف. فهمتم هذا؟ ولو أنا قلت مثلا أكلت الدجاجة حتى ماذا؟ جناحيها، إذن حتى هنا سيكون جناحي اسم ماذا؟ اسم مجرور. اسم مجرور، وحتى ستكون هنا حرف ماذا؟ حرف جر. حرف جر. ولو قلت أكلت حتى جناحها، إذن هنا سيكون جناح مبتدأ، ماذا؟ مبتدأ، والخبر ماذا؟ محذوف. الخبر محذوف، تقديره ماذا؟ مأكول، يعني حتى جناحها مأكول. فهمتم هذا أم لا؟ مأكول. إذن ستكون حتى هنا ماذا؟ حرف ماذا؟ حرف ابتداء. فهمتم هذا أم لا؟ حرف ابتداء. إذا هنا لو أنا مثلا قصدت العطف ستكون حرف عطف، يعني أنا أكلت، لو أنا أقول في المعنى يعني أكلت الدجاجة أيضا والجناح أيضا، إذا هنا حرف ماذا؟ عطف. أما لو قلت أكلت الدجاجة إلى أن وصلت إلى الجناح ستكون اسم ماذا؟ اسم مجرور. وإذا أنت تقول أكلت الدجاجة والجناح أيضا مأكول، إذا هنا ماذا؟ حرف عطف. فهمتم هذا؟ إذن يجوز ثلاثة أوجه، يجوز أن تكون حتى حرف جر وحرف عطف وحرف ابتداء، يعني ابتداء يعني جملة جديدة. كذلك ننتقل إلى حسب. هنا حسب يا إخوة هي هنا يعرب حسب موقعي في الجملة. فهمتم؟ يعرب حسب موقعي في الجملة، أو هذه الكلمة تعرب حسب موقعها في الجملة. إن كانت مضافة، إن كانت ماذا؟ مضافة، بمعنى كاف أو كفاية، يعني مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل، إذا حسب هنا مبتدأ. فهمتم هذا؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إذا حسب مبتدأ، تعرب ماذا؟ مبتدأ. فهمتم؟ طيب هنا كذلك أيضا بحسبك درهم، يعني يدخل عليها حرف الجر، إذا دخل عليها حرف الجر هنا بحسبك درهم تكون مبتدأ. هنا مبتدأ ماذا؟ ممكن نقول مبتدأ مجرور لفظا لكنه مرفوع ماذا؟ مرفوع محلا. وممكن أن أقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر ماذا؟ الزائد. والإعراب الأسهل أن تقول مبتدأ مجرور لفظا مرفوع ماذا؟ محلا. فهمتم هذا؟ إذن هنا إذا كان مثلا حسب بمعنى كاف أو كفاية، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، مثلا يا أيها النبي حسبك الله، ممكن مثلا حسب مثلا بحسبك درهم، يعني يكفيك درهم، فستكون هنا مبتدأ. فهمتم؟ لو دخل عليها حرف الجر في بداية الكلام حرف الجر الزائد سيكون مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا.
أما لو قطعت عن الإضافة يعني ليست مضافة، إذا ما أقول مثلا أكلت وجبتين فحسبه، يعني فقط فحسبه، إذا حسب هنا سنقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ للتحسين، وحسب هنا اسم مبني على الضم في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، خبره ماذا؟ محذوف. فهمتم هذا؟ إذا حسب هنا تأتي بمعنى كاف أو كفاية، وتعرب ماذا؟ مبتدأ، وتكون مضافة، لابد أن تكون مضافة. أما إذا قطعت عن الإضافة فستكون الفاء زائدة للتحسين وهي مبنية على الضم. طب هنا دون ودونك، دون تعرب ظرف للمكان، ظرف ماذا؟ للمكان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذا دون هنا ماذا؟ ظرف. فهمتم هذا أم لا؟ وقد تأتي كلمة دون جر مجرور، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني اسم هنا اسم ماذا؟ اسم مجرور من دونه. أما لو أنا قلت دونك الكتاب، هنا اسم فعل أمر بمعنى خذ الكتاب. فهمتم هذا؟ إذا أنا قلت دونك الكتاب يعني أنا أقصد، مثلا لو كنت أقصد اسم الفعل يعني خذ الكتاب، تكون دونك اسم فعل مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت. فهمتم هذا؟ إذا أنا قلت دونك الكتاب. بعد ذلك كلمة ذوى وذوات وذات وذو وذوي. أولا ذوى وذوات، طبعا ذوى طبعا للماذا؟ للمثنى، للمثنى المذكر، وذوات للمثنى ماذا؟ المؤنث، ويلحقان بالمثنى، وأيضا ويعربان إعراب المثنى. يعني قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل. إذا ذوى هنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى أو لأنه ملحق بالمثنى. قال الله تعالى ذوات أفنان، إذا ذوات خبر لمبتدا محذوف، التقدير هما ذوات أفنان. إذا ذوى وذوات هنا يلحقان بماذا؟ بالمثنى. فهمتم؟ أما ذات تأتي على وجهين، يجوز أن تكون توكيد معنوي، توكيد معنوي للإسم بمعنى نفس أو عين هكذا. إذا أنا قلت حضر المدير ذاته، إذا ذاته يعني نفسه، إذا ذات هنا توكيد معنوي للمدير. وممكن تكون نائبة عن الظرف، نائبة ماذا؟ عن الظرف، يعني خرجت، إذا أضيفت إلى ظرف يا إخوة، مثلا خرجت من البيت ذات ليلة، إذا ليلة هنا ماذا؟ مضاف إليه وليست ظرف، إذا ذات هنا هي الظرف. فهمتم هذا؟ إذا تعرف ظرف أو نائب عن الظرف، وليلة مضاف إليه. إذا هنا ذو وذوي يلحقان بماذا؟ بجمع المذكر السالم، أي يعربان. ويجوز أن نقول مثلا معربان، يعني المعربان يعني نقول مثلا فاعل مرفوع على مترفعي الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأن المفرد ذا. إذا هنا اولا انظروا ذاء فقط يا اخو، ذاء هكذا، ذاء طبعا ذاء زائد ماذا؟ زائد مضاف اليه، مضاف اليه هنا، طبعا ذاء هنا بمعنى صاحب، بمعنى ماذا؟ فهي تعرب اعراب الاسماء ماذا؟ الاسماء الخمسه، يعني ترفع بماذا؟ بالواو. نعم ترفع بماذا؟ بالواو، نقول مثلا ذو، وتنصب بماذا؟ تنصب بالالف. هنا سنقول مثلا ذو، وهنا ماذا؟ سنقول ماذا؟ ذا، وتجر بماذا؟ بالياء، نقول ماذا؟ ذي. فهمتم هذا؟ هنا لو كانت مفردة هنا تدل على واحد فقط. فهمتم؟ إذا لو كانت مفردة تعرب إعراب ماذا؟ إعراب الأسماء الأسماء الخمسة، مثل حضرة ذو علم. إذا ذو هنا فاعل مرفوع بماذا؟ فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. فهمتم؟ بعد ذلك انظروا، بعد ذلك ذوى وماذا؟ ذوى وذواتا، ذواتا.
ذوى للمثنى ماذا؟ للمثنى المؤنث، وذوات للمثنى المذكر. عفوا العكس، ذوى للمثنى المذكر وذوات للمثنى ماذا؟ المؤنث. مثلا اقول مثلا في القرآن مثلا يحكم به ذوى عدل. ذوى ماذا؟ عدل. نلاحظ ان كلمة ذوى هنا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه ملحق بماذا؟ بالمثنى. فهمتم؟ كذلك ذوات أفنان أيضا. فهمتم؟ إذن ذوى وذوات تعربان ماذا؟ إعراب المثنى، يعني يرفعان بالألف وينصبان ويجران بماذا؟ بالياء. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا أم لا؟ بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ذا ذا وو. ماذا؟ ذا وو هكذا. ذا ذا وو وماذا؟ وذا وي هكذا. ذا وو وماذا؟ وذا وي. يعني قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال على حبه ذوي ماذا؟ القربى. إذن ذوي هنا يلحقان بجمع المذكر السالم، أي يرفعان بالواو وينصبان ويجران بماذا؟ بالياء. إذن وآتى المال على حبه ذوي. إذن ذوي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر ماذا؟ المذكر السالم. فهمتم؟ بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الفاء. أنواع ماذا؟ الفاء. أولاً الفاء السببية. فاء ماذا؟ السببية، وهي مبنية على الفتح، وهي التي يكون ما قبلها سبباً فيما بعدها، وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه بأن المضمرة، يعني الفعل المضارع بعدها منصوب، ولكن بشرطين، أن تصبح بطلب أو نفي. طلب أو ماذا؟ أو نفي. يعني قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني سبب عدم القضاء عليهم الموت. فهمتم هذا؟ هنا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني الله لا يريد أن يقضي عليهم، لأنه لو قضى عليهم سيموتوا. إذن سبب عدم القضاء هو لكي لا يموتون. يعني إذن هنا لكي لا يموتوا، هنا فيموت الفاء هنا سببية، والفعل المضارع منصوب عنه نصبه حذف ماذا؟ النون. قال الله تعالى ولا تضغوا فيه فيحل. إذن فيحل هنا الفاء سببية لأن الفعل المضارع بعدها منصوب بأن المضمرة. فهمتم هذا؟ إذن الفاء السببية هي حرف مبني على الفتح، وهي التي يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن المضمرة، وتسبق بنفي أو طلب، والطلب هو الاستفهام والنهي والترجي والدعاء والتمني إلى آخره والتمني. طب هنا الفاء الرابطة لجواب الشرط، وهي التي تقع في جواب ماذا؟ في جواب الشرط. يعني قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي. إذن هنا ومن هنا اسم شرط، ويؤت فعل الشرط. هنا جواب الشرط فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الفاء هنا رابطة لجواب الشرط. فهمتم هذا؟ أو واقعة في جواب ماذا؟ الشرط. فهمتم هذا؟ والجملة بعدها تكون ماذا؟ تكون في محل جزم. يعني الجملة بعد جواب الشرط تكون ماذا؟ في محل جزم. إذن هنا فاء رابطة لجواب الشرط، تكون الفاء رابطة لجواب الشرط إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة ماذا؟ طلبية. وقد جمعها الناظم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتسويف. يعني إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو طلبية أو فعلها فعل جامد أو مسبوقة بنفي أو ناهي أو دخلت عليها قد أو السين أو سوف. فهمتم؟ طيب كذلك ممكن أن تكون حرف عطف. أن تكون ماذا؟ حرف عطف، مثل دخل محمد فزيد.
هنا الفاء هنا حرف عطف صحيح؟ إذا تكون حرف عطف مبني على الفتح إذا عطفت ما بعدها على ما قبلها. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف، ماذا حدث بعد ذلك؟ فدخلوا عليه، ماذا حدث في نفس الوقت؟ فعرفهم. عندهم هذا هكذا. طب هنا الفاء الاستئنافية هي حرف مبني على الفتح، وهي التي تربط جملة بجملة سابقة لا علاقة لها بالجملة الأخرى، لا علاقة لها بجملة أخرى. يعني قال الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الله هنا يتكلم عن شيء ثم بعد ذلك استأنف كلاما جديدا فقال فتعالى الله عما يشركون. إذن هنا الفاء هنا ماذا؟ استئنافية، يعني أنت تبدأ كلام جديد بشيء آخر. فهمتم هذا؟ إذن هنا هي التي تربط جملة بجملة، يعني تربطهما ببعض، والجملة الأولى ليس لها علاقة بالجملة بعدها الثانية. أما لو أنا قلت مثلا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، إذن جاء إخوة يوسف هذه الجملة لها علاقة بماذا؟ بالجملة الثانية فدخلوا عليه، ولها علاقة أيضا بالجملة الثالثة فعرفهم. أو دخل محمد فزيد، هنا يوجد علاقة، إذن هنا الفاء هنا عاطفة. فهمتم؟ أما الفاء الاستئنافية هي ماذا؟ تربط جملتين، الجملة الأولى ليس لها علاقة بالجملة الثانية. كذلك الفاء التعليلية، وهي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها. يعني قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. لماذا الذين كفروا شر الدواب عند الله؟ فهم لا يؤمنون. إذن العلة أنهم ماذا؟ لا يؤمنون. كذلك هنا ننتقل إلى أنواع اللام. أولا لام الجر، لام ماذا؟ لام الجر نعم، سننتقل إلى أنواع اللام، وهي لام الجر، وهي مبنية على الكسر وتبعها اسم مجرور، يعني يأتي بعد اسم مجرور أو ضمير في محل جر أو مصدر مؤول في محل جر. فهمتم هذا؟ يعني قال الله تعالى مثلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن لام الجر ممكن تدخل على الاسم الكتاب لزيد، إذن جرت الاسم هنا، وكذلك تدخل على الضمير له إذا جرت الضمير. كذلك أيضا مثلا إذا أنا قلت لك ذاكر لتنجح، إذن الفعل المضارع هنا منصوب بأن المضمرة، وأن المضمرة المصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بلام ماذا؟ بلام التعليل. إذن لام التعليل تجر الاسم والمصدر المؤول والضمير. كذلك ننتقل إلى لام الأمر، وهي حرف مبني على الكسر أو على السكون. يعني إذا سبقها حرف عطف أو حرف عطف هكذا تبنى على السكون، إن لم يسبقها شيء تبنى على الكسر. هنا لام الأمر، وهي التي يتبعها فعل مضارع مجزوم، يعني تدخل على الفعل المضارع المجزوم وتجعله مثل الأمر بالضبط. يعني مثلا لينفق ذو سعة من لينفق، كأنني أقول لك أنفق. إذن هنا قال الله تعالى لينفق، إذن هنا اللام لام الأمر مبنية على الكسر وفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. انظروا قال الله تعالى فلينفق مما آتاه، فلينفق دخل عليها حرف العطف هنا، إذن تبنى على السكون لام الأمر هنا. فهمتم؟ كذلك اللام الموطئة للقسم، وهي التي تدخل على أداة شرط وتبين أنه يوجد قسم هنا. قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي، يعني كأنك تقول والله لئن لم ينتهي مثلا. فهمتم؟ إذن لام الموطئة للقسم هي التي تدخل على أداة الشرط. فهمتم؟ يعني كلا لئن، إن هنا أداة شرط دخلت ماذا؟ على أداة الشرط. لئن لم ينتهي لنسف عن، إذن حتى اللام الثانية لنسف عن هنا واقعة في جواب القسم. إذن هنا اللام الموطئة للقسم تدل على أنه يوجد قسم هنا وتدخل على ماذا؟ أداة شرط. طب هنا لام الجواب، هي اللام التي تقع في جواب لو أو لولا. يعني مثلا لولا أن من الله علينا ماذا سيحدث؟ لخسف بنا. إذن اللام هنا واقعة في جواب لولا. فهمتم؟ لخسف بنا. أو ممكن تقع في جواب القسم، مثلا وتالله لأكيدن، إذن والله هنا قسم صحيح؟ إذن جواب القسم لأكيدن أصنامكم، إذن اللام هنا واقعة في جواب القسم. إذن هنا اللام الموطئة للقسم يا إخوة هي تدخل على ماذا؟ على حرف شرط مثل لئن كذا. أما اللام الواقعة في جواب القسم هي التي تقع في جواب القسم، يعني تأتي بعد القسم في جواب القسم، يعني والله لأكتبن الواجب مثلا. بعد ذلك ننتقل إلى لام الجحود. ما لام ماذا؟
لام الجحود وهي مبنية على الكسر وهي الواقعة بعد كون منفي، يعني بعد ما كان لم يكن هكذا. وتنصب الفعل المضارع بعين المضمرة، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم، إذن وقعت بعد ما كان، فهمتم؟ أو تقع بعد لم يكن ما يكون هكذا. ليعذبهم، إذن يعذب فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة. ولام الجحود هنا يا إخوة تجر المصدر المؤول من أن والفعل المضارع. بعد ذلك ننتقل إلى لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر وتنصب الفعل المضارع وتجر ماذا؟ وتجر المصدر المؤول من أن والفعل المضارع. قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذن الأصل ليخرجونك، إذن ليخرجوك الفعل المضارع هنا منصوب بماذا؟ منصوب بحذف النون، فهمت؟ ليخرجونك. وهنا منصوب بماذا؟ الذي نصب الفعل المضارع هنا ماذا؟ أن المضمرة، فهمتم هذا؟ إذن اللام هنا التعليل وأن المضمرة والفعل المضارع المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع في محل جر بلام التعليل. بعد ذلك اللام المزحلقة، اللام ماذا؟ اللام المزحلقة وهي لام التوكيد وتسمى لام الابتداء. لماذا تسمى لام الابتداء؟ لأن يا إخوة الأصل هو أنني أقول مثلا لام محمد رجل، لام هنا للتأكيد وهي لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ لتؤكده، فهمتم؟ لام محمد رجل، ولكن إذا دخل على المبتدأ حرف ناسخ تزحلق، يعني تنتقل إلى الخبر. لماذا؟ لماذا تنتقل من المبتدأ إلى الخبر؟ هروبا من اجتماع توكيدين، لأن هذه لام توكيد وإن أيضا توكيد، توكيدين بجانب بعضهما، هروبا من اجتماع ماذا؟ توكيدين في صدر الجملة. لذلك هنا لا تقول لمحمد رجل، أما لو أدخلت إن ستقول ماذا؟ إن محمدا لرجل. إذا انتقلت اللام من المبتدأ إلى ماذا؟ إلى الخبر، فهمتم؟ هكذا يعني مثلا لم حمد مثلا رجل، هذه اسمها لام التوكيد هنا. لم ماذا؟ لام التوكيد. لو أدخلت إن هنا إن ستنتقل اللام، ستزحلق من المبتدأ إلى ماذا؟ إلى الخبر، سنقول إن محمدا إن محمدا ماذا؟ لرجل. انتقلت من المبتدأ إلى ماذا؟ إلى الخبر، هروبا من اجتماع توكيدين، لأنها لو ظلت هنا سيجتمع توكيد إن واللام هنا. بعد ذلك أنواع لا، أنواع ماذا؟ لا، لا العاطفة وهي حرف نفي مبني على السكون هنا، وتسبق يعني لابد أن يسبقها إيه؟ ماذا؟ إثبات، لا يأتي قبلها نفي أو أمر لكي تكون عاطفة، يعني مثلا المؤمن صادق لا كاذب. إذن هنا المؤمن مبتدأ وصادق خبر، ولا حرف عطف مبني على الفتح، حرف نفي وعطف مبني عفوا على السكون، وكاذب ماذا؟ اسم معطوف بلا مرفوع على مدرفع الضم. طب هنا إذن هنا لا العاطفة لابد أن يسبقها إثبات. طب نأخذ لا العاملة عمل ليس، يعني كأنها مثل ليس بالضبط في العمل وفي المعنى، في العمل وماذا؟ في المعنى، يعني قال الله تعالى لا خوف عليهم، كأنك تقول ليس خوف عليهم. إذن خوف هنا اسم لا العاملة عمل ليس. إذن هنا لا العاملة عمل ليس حرف مبني على السكون، ترفع اسمها، ترفع هي ماذا؟ اسمها، وتنصب ماذا؟ خبرها، فهمتم هذا؟ فهي تنفي خبرها عن ماذا؟ عن اسمها وحده، ويجب أن يأتي بعدها اسم ماذا؟ اسم نكرة. بعد ذلك ننتقل إلى لا النافية للجنس، وهي التي وهي حرف نفي مبني على السكون، وتنصب اسمها وترفع خبرها، فهي تنفي خبرها عن جنس ماذا؟ عن جنس اسمها. قال الله تعالى مسلمة لا شية فيها، فهمتم هذا؟ لا شية، إذن شية اسم ماذا؟ إذن شية اسم لا النافية للجنس. كذلك إذا أنا قلت مثلا لا مؤمن كاذب، إذن أنا نافيت الكذب عن جنس المؤمنين، فهمتم هذا؟ لذلك نقول لا النافية للجنس. كذلك هنا لا الزائدة وهي حرف نفي مبني على السكون، الغرض منها التوكيد، وتسبق بواو ماذا؟ بواو العاطفة،
وتسبق بواو العاطفة وأن يسبقها نفي أو طلب. يعني مثلا قال الله تعالى لا ذلول، إذن هنا لا نافية، لا هنا ماذا نافية؟ طب لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، إذن هنا لا هنا نافية زائدة. لماذا؟ لأن هنا سبقها واو العطف. فهمتم هذا؟ قال الله كذلك هنا لا النافية للفعل، يعني هي تنفي الفعل وتدخل على الفعل الماضي أو المضارع ولا عمل له، فلا صدق ولا صلى. إن إن الله لا يحب المعتدين. بعد ذلك ننتقل إلى لا الناهية. لا ماذا؟ لا الناهية، وهي حرف جازم مبني على السكون ويجزم الفعل المضارع وتستخدم للنهي. قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس، إذن حرف نهي وتصعر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. كذلك هنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما من أنواع ما. هنا ما الاستفهامية، أولا من أنواع ما، أولا ما الاستفهامية، وهي اسم استفهام مبني على السكون وتكون ماذا؟ للسؤال عن غير العاقل هنا، وتحتاج إلى جواب. مثل قال مثلا أنا أقول مثلا عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون. فهمتم هذا؟ إذن عما، ما هنا ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر. كذلك هنا الحاقة، ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ إذن هنا سؤال، إذن ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مقدر. طب كذلك ما النافية، يعني النافية لا عمل لها ولا تؤثر على الفعل. قال تعالى على لسان عيسى ابن مريم ما قلت لهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذن هنا ما نافية لا عمل لها، تنفي فقط الفعل. بعد ذلك ما العاملة عمل ليس، ما العاملة عمل ماذا؟ عمل ليس، وهي مبنية على السكون وتدخل على الجملة الإسمية، فترفع ماذا؟ تدخل الجملة الإسمية ترفع اسمها وتنصب ماذا؟ خبرها، كأنها بالضبط ليس وما قوم لوط منكم ببعيد، كأنك تقول ليس قوم لوط منكم ببعيد. إذن قوم اسم ماء العاملة عمل ليس مرفوعا بمرفع الضمة. كذلك ماء المصدرية، وهي مبنية على السكون وتحول مع ما بعدها إلى ماذا؟ إلى مصدر. إلى ماذا؟ إلى مصدر هنا، وتكون وتكثر إذا سبقتها كاف التشبيه. كاف ماذا؟ التشبيه. وأتت بين، فيعني مثلا قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما، إذا ما هنا مصدرية لأن سبقتها ماذا؟ سبقتها كاف التشبيه. طب ما المصدرية الظرفية، يعني مصدرية وظرفية مبنية على السكون أيضا هنا، يعني تدل على الزمن أو المدة. طب متى نعرف أنها مصدرية ظرفية؟ إذا وقعت قبل هذه الأفعال، عشت يعني ما دمت، ما عشت، ما حييت، ما بقيت، ما خلا، ما عدا، ما حاشا، ما استطاع. فهمتم هذا؟ قال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، إذن هنا ما هنا مصدرية ظرفية. كذلك هنا ماء الزائدة مبنية على السكون وتأتي بعد أداة شرط أو حرف ماذا؟ أو حرف شرط، تأتي بعد أداة شرط أو ماذا؟ أو حرف شرط أو ظرف، ولا تعمل. كذلك انظروا ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني لو حذفنا مثلا إذا أتوك، عندهم هذا إذا ما هنا زائدة للتوكيد في القرآن. كذلك ممكن تأتي قبل حرف الجر، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، إذا ما هنا زائدة. طب هنا تكون، هنا تكون زائدة وفي نفس الوقت كافة يعني عاملة، تكف إن تكف ماذا؟ إن وأخواتها عن العمل. فهمتم هذا؟ قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما، إنما، إذا كفت إن عن العمل، إنما نحن مصلحون، إذا نحن مبتدأ ومصلحون خبر، كفت إن عن العمل هنا. قال مثل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هكذا المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر، ليس اسم إن وخبر إن، لا كفت إن عن العمل، يعني لا تجعل إن تعمل في المبتدأ والخبر. كذلك أيضا إذا وقعت بعد الفعل طال وقل وكثر، يعني تكف الفعل عن طلب الفاعل، يعني لا يوجد له فاعل هنا. فهمتم هذا؟ مثل مثلا طالما، قلما، كثرما، هكذا. مثل مثلا قلما يجود البخيل. فهمتم هذا؟ إذا كفت الفعل قل عن الفاعل. نعم، كفته عن الفعل، عن طلب الفاعل. ماء الموصولة، وهي مبنية على السكون، ماء الموصولة بمعنى الذي، يا إخوة، مبنية على السكون وهي تكون بمعنى الذي،
يعني قال الله تعالى ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد. فهمتم هذا؟ تكون اسم موصول مبني على السكون. طب هنا ما التعجبية، وهي مبنية على السكون وتستخدم للتعجب، وتأتي على صيغة ما أفعل أو ما تأتي على صيغة مثلا ما أفعل أو نعم ما أفعل فقط، تأتي على صيغة ما أفعل، يعني قال مثلا مثل ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. إذا ما هنا نكرة تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. قال الله تعالى فما أصبرهم على النار، هنا تأتي للتعجب. طب هنا ما المبهمة، وهي التي تكون يا إخوة في محل صفة أو في محل نعت، يعني مثلا إذا أنت تريد أن تصف شيء وفي نفس الوقت لا تريد أن تبين هذه الصفة، يعني مثلا رأيت رجلا ما، إذا ما هنا مبهمة مبنية على السكون في محل نصب نعت لرجل. فهمتم هذا؟ قال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، إذا ما هنا اسم نكرة، هنا ما هنا مبهمة مبنية على السكون في محل نصب نعت أو صفة لمثلا. فهمتم هذا؟ كذلك ما الشرطية الجازمة إذا احتاجت إلى فعل شرط وجواب شرط، قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، إذا ما هنا اسم شرط، هنا شرطية مبنية ماذا؟ على السكون. فهمتم؟ بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الواو، أنواع ماذا؟ أنواع الواو. أولا واو العطف، واو ماذا؟ واو العطف مبنية على الفتح، وهي التي تعطف اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذن إسماعيل اسم معطوف على ماذا؟ على إبراهيم. فهمتم؟ إذن هنا حرف عطف، إذا رفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم، إذا إبراهيم هنا فاعل، إذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا إسماعيل اسم معطوف على إبراهيم. كذلك واو الحال، وتدخل على الجملة الإسمية التي هي حال أو الفعلية بشرط أن يسبقها معرفة، بشرط أن يسبقها ماذا؟ معرفة. فهمتم هذا؟ يعني حضر محمد ووجهه جميل، إذا محمد هنا معرفة، الجملة الإسمية ووجهه جميل في محل نصب ماذا؟ حال، إذا الواو هنا حالية. قال الله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كذلك واو المعية، واو المعية هذه مهمة، لماذا؟ واو المعية إذا جاء بعدها اسم فهو منصوب على أنه مفعول معه، فهمتم؟ وإذا جاء بعدها فعل فهو منصوب بأن المضمرة، هنا واو المعية وهي التي تكون بمعنى مع وتدخل على الجملة. أيضا كذلك ومن علامات واو المعية أنها إذا جاء بعدها اسم يعرب مثلا، يعني مثلا جاء محمد وطلوع الشمس، إذا طلوع ماذا؟ مفعول معه منصوب. كذلك قال تعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة، إذا هنا المكذبين مفعول معهم. وهنا مثلا إذا أنا قلت لك وهنا ويعلم الصابرين، يعلم الفعل المضارع هنا منصوب بأن المضمرة، واو هنا للمعية. إذا أنا قلت مثلا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، إذا وتأتي الواو هنا واو المعية لأن الفعل المضارع هنا منصوب بأن المضمرة. كذلك هنا واو القسم وهي حرف قسم وجر مبني على الفتح، إذا كان بعده مقسم به مجرور، والجر والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف. يعني إذا قال الله تعالى والشمس وضحاه، إذا والشمس الواو هنا حرف جر للقسم مبني على الفتح، والشمس مقسم به مجرور. فهمتم هذا؟ وعلامة مجره ماذا؟ الكسرة. والجر والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف. فهمتم هذا؟ أغلق هذا.